اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض عجينه الباف بيستري بسبريد الشوكولاته، وهنعمل مع بعض العرق الفليتو بصوص العنب. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. هنجيب مع بعض عجينة الباف بيستري وهنقطعها مثلثات بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. معانا اللوز، اللوز المجروش كده، ومعانا بيضة علشان نمسح عليها من بره، ومعانا الفانيليا، وطبعا عندنا شوكولاتة سبريد دريم اللي هتديها طعم جميل جدا 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 للوصفة بتاعتنا. تعالوا بقى اول حاجة هنعملها مع بعض اهو. هنجيب الصينيه بتاعتنا ونحطها مع التقطيعات بقى دي كده اهو. انا بس ايه افرد شويه كده وهبدا بقى بالحشو. عندنا كمان كذا طريقه هي سهله الفتح جدا، فدي حاجه حلوه قوي ليها ولينا ان هي مش هتكسر في ضوافرنا. طبعا دي حاجه بتجنننا دايما اهو. اللي كنت بقوله ان احنا ممكن نعملها بكذا طريقه، ممكن نعملها بطريقه اللي انا هلفها كده دلوقتي، او ممكن نعملها كمان اهو كده. وهننزل، جيب معلقه صغيره ثانيه اهو، ننزل بيها. هنحط هنا كده الشوكولاته زي ما احنا شايفين اهو، شوكولاته سبريد دريم مقدماها بطريقه حلوه جدا جدا وبطعم غني جدا اهو. وبعدين ايه، هنلفها بقى كده 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 زي ما احنا شايفين اهو. تمام، نمدها تاني كمان شويه. يلا نحطها كده سبريد دريم الايه اللي فيها البندق اللي برضو بيدينا طعم حلو جدا اهو. نحط اللوز، اللي مش حابب يحط اللوز مش لازم يحطه، احنا بنحطه كاضافه. تمام اهو كده بقى. بعدين ايه، اضرب بقى ال بالايدي كده في ميه علشان الزق العجينه. ايوه نلزقها كده. وبعدين اضرب البيضه اللي انا ايه، وبعدين البيضه علشان ريحتها ما تبقاش زفره هنحط فيها فانيليا، او تحطوا فيها خل، يا خل يا فانيليا. اوكي، اللي عندنا ده اللي عندنا ده الاثنين هيبقى طعمهم حلو جدا 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 اهو كده. وهايه، هعمل كده زي ما احنا شايفين اهو كده. وبقى نعمل الشكل اللي احنا حابينه بالايه، بعجينه الباف بيستري، لان هي بتطلع حلوه جدا 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 معانا بالحشوات بقى الجميله. وزي ما اتفقنا ان ايه، ان الشوكولاته السبريد دريم عاملاها بطريقه حلوه جدا وطعم حلو ونكهه حلوه. تعالوا ندخلها الفرن ونجيب الوصفه الثانيه. نطلع فاصل مع بعض ونرجع على طول. ورجعنا لكم مع الوصفة التانية. هنبدأ مع بعض بالعرق الفليتو، وهنعمله مع قطع اللحمة بصوص العنب. هيطلع حلو جدا وحاجة جديدة وتغيير برضو عن ايه، عن اللي احنا دايما بنعمله في البيت عندنا. وزي ما اتفقنا كل حاجة عايزين نعملها تكون حاجات جديدة، وايه، ونقدم الجديد دايما لبيتنا في المناسبات الحلوة. يلا تعالوا بقى ايه، نبدأ مع بعض. هنحط شوية من زيت الزيتون، وايه، وهنجيب اللحمة عايزة اشوحها، اللحمة اللي مقطعينها مكعبات.
هنشوحها ونعمل لها كده مرقه وصوص حلو. يلا تمام. اول ما تاخد معايا لون كده او ما انا ايه على طول حط البصل. دلوقتي هنحط بقى الزبده علشان ايه اشوح العرق. حلو بقى نقلبها، نقطعها صغير قوي، ودي ايه لتجديد يعني نوع من انواع التجديد شويه، وايه في الفستيفال بقى اللي احنا هنبقى عاملينه والعزومه الجميله، وايه نظبطها كده مره نبقى عاملين حاجه جديده. اهو الزبده كده اهي، تمام. نحط شويه من الزعتر في الجنب كده. هنجيب بقى العرق، هديله ملح، هديله فلفل ايه من الناحيه دي، واقوم قلبيه على الناحيه الثانيه، واديله ملح، واديله فلفل، واديله تشويحه بقى محترمه. يلا معايا كده بقى اهو، هنشيل هنا اهو كده بدأت ايه تتشوح معايا، فتعالوا ايه انزل بقى البصل معاها. اهو نشوح البصل تشويحة حلوة، نقلب تقليبة جميلة، وايه نعمل له الصوص الجميل اهو زي ما احنا شايفين يتقدم. يبقى ايه عايزين نعمل سيرفيس ما حصلش، حاجة جديدة وجميلة. ونحط بقى معاه المرقة، وهنديله شوية من عصير العنب اللي معانا كده، وايه نسيبه بقى يعمل معاه شوية، برضو احط له شوية من الجزر، واقلبه تقليبة، ونغطي عليه بقى خالص ياخد ايه سوى محترم كده. وهنا عندي الفيليه اهو العرق زي ما هو، وهنقلبه. ده لما بيتحط وبيتقطع وينزل عليه الصوص وكده بيطلع روعة، عزوماتكم كلها الناس هتحبها جدا. هتلاقوا ممكن حتى نجيب احنا اللي هو الصغير على قد العدد اللي عندنا بالظبط، ودي الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان احنا نعمل الاكل دايما على القد، نشوف احنا عددنا قد ايه وهو ده اللي نعمله. كل واحد مش هياخد اكتر من قطعتين من اللحمه اللي احنا هنبقى ايه هنبقى عاملينها والايه والعرق بتاعنا. تمام. انا عايزه بقى ايه اديله كده تشويحه على كل جنب شويه اهو. بيطلع من الحاجات الحلوه جدا 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 كده. انا كده بشوحه على ايه على كل الجناب، وهديله لفه ثانيه. تمام اهو انا بس عايزه ايه اشوحه كويس قوي 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 على كل الجناب. وعندي هنا برضو عايزه ايه اللحمه هنا، بصوا اهي عايزاها تتشرب الصوص الجميل ده كده. تمام. والريحة مش عايزة اقول لكم حلوة ازاي، حاجة يعني هنشرفكم بيها قدام ايه الناس المعزومة. وزي ما اتفقنا الاكل دايما بيقرب الناس من بعض، فده اللي احنا عايزين نعمله. الناحية دي بقى من الناحية دي
بشوحه ايه من كل النواحي. ويخش بقى الفرن يلا. اهو هيخش الفرن بقى ياخد السوا بتاعه حلو جدا. وايه يلا اهو كده نحط عليه صوص الزبده بتاعه اهو. وايه هرش برده جنبه البصل وهنرش جنبه كده وهديله شوية من ايه من العنب وهنغطي كويس خالص كده ويخش الفرن. يلا بينا. وكده زي ما احنا شايفين بعد ما طلعنا الكرواسون اللي عملناها بسبريد دريم شوكولاته سبريد بالهيزل نات حلوه جدا. البندق بيدي طعم جميل جدا ليها وحطينا معاها كمان احنا اللوز وايه وعملناها على كذا شكل. في عندنا الضفيره وفي عندنا ايه شكل الكرواسون. اوكي اهو. بعدين دلوقتي عندنا زي ما احنا شايفين برده في الخضار السوتيه. علشان نقدم الوصفه نعملها بقى بطريقه حلوه وزي ما اتفقنا ايه، وانا تقلت الصوص برده بشويه نشا علشان ايه يتقل معايا. وبصوا بقى برده طعمه وشكله وريحته يهبله. بصوا كده تقل معانا وايه وبقى خطير حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى ايه نقدم تقديمه تبقى لذيذه شويه وايه وتبقى على سفرتنا دايما. عايزين سفره حلوه بالذات في المناسبات والاعياد اهو. تعالوا بقى نطلع العرق معانا. يا سلام يا سلام اهو. بصوا بقى كده العرق يلا هنسيبه يهدى شوية. أهم حاجة إيه نسيب العرق يهدى. يلا بينا هشيله حط هنا كده تمام. وهنقطعه وإحنا إيه وإحنا بقى في العزومة يتقطع. مش عايزين نقطعه دلوقتي. هنعمل جنب بالخضروات أهو. يبقى جنب معانا السوتيه كده اهو عشان ايه ندي برضو دايما تنويره ولون للطبق بتاعنا الحلو كده. وبقى ايه السوتيه بتاعنا حابين ان احنا نكون عاملينه في شويه زبده وملح وفلفل كده ونديله طعم حلو برضو بتطلع حلوه جدا. وايه وتعالوا بقى نطلع اللحمه اهو ونحطها معاه في الناحيه دي. لحمة بقى استوت. بصوا شكلها كمان بقى حلو واخدت اللون كده اهو. وبعدين ايه عايزة اديله شوية من الصوص. نقفل بقى النار. عايزه ادي العرق شويه برضو من الصوص بتاعنا كده عشان ايه مش هنحط كتير بس كده منظر.
وايه وده بقى هحطه في بوله وايه يبقى تقديم معاه علشان يطلع حلو جدا جدا جدا. ونحط هنا شويه من الخضره، مش هنحط كتير بس ايه يدي لون. والعرق هو ايه الستار بتاعنا النهارده طبعا، اهو اهو تمام كده تمام. يلا ادي عندنا كده وصفتين، وصفتين حلوين جدا جدا جدا. وهنا اجيب بقى بوله عشان ايه نحطها جنبه ونحط فيها كده ايه الصوص بتاعنا الجميل. كده عندنا التقديم جاهز، عندنا وصفتين حلوين جدا مناسبة الأعياد المجيدة الجميلة اللي موجودة دلوقتي. عندنا مع بعض عملنا أول وصفة كانت الكرواسون أو الباف بيستري، عملناه بسبريد شوكولاتة دريم، وعملنا مع بعض العرق الفليتو، عملناه بصوص العنب مع اللحمة والسوتيه، والصوص برضو معانا هنا عشان لما يتقطع بقى ويتحط وايه ونقوم حاطين عليه الصوص. اتمنى يكونوا وصفات سهله سريعه عجبوكوا، جربوها ولازم تبعتوا لنا تقولوا لنا طلعوا عاملين ازاي معاكوا. استنوني في الحلقه اللي جايه من عمايل ايديا.